السلام عليكم ورحمة الله. جمعة طيبة للناس الطيبين، وتحية دائما للأحرار والحرائر فقط لا غير. إذن حسب ما توصلنا به حول التوقيفات التي شملت أزيد من 540 في شقين، متابعة إدارية، كاين اللي عنده متابعة إدارية وقضائية. قد تم مراسلة المعنيين حسب علمنا باش يكون هناك واحد الالتزام، يوقع التزام ثم العودة إلى مقرات العمل ديالهم من أجل مزاولة العمل ديالهم، إذن هذا الالتزام أثار كثيرا من اللغط، وكاين اللي دخلوا في خانة التضييق عن الحريات وعن الحق في الإضراب. في الوقت للإدارة تقول لك بأن هذاك الإجراء تم اتخاذه احترازيا من أجل ضمان أيضا الحق الدستوري ديال التلميذ في التمدرس، وثانيا حق استمرارية المرفق العمومي، حق ضمان استمرارية المرفق العمومي، يعني المدرسة التي تم شلها لأزيد من 3 شهور بفعل هذه الإضرابات. هذا الرأي ديال الإدارة. إذن هذا الالتزام باش ذكرني بحال التي يقولوا ليه السورسي، السورسي أو مع وقف التنفيذ، حكم مع وقف التنفيذ في حالة العود، يعني طيز مبروك يا ولد عمي. إذن هنا تيبان لنا أنهم باغين يديروا الغربالة، شوفوا شكون اللي ما في راسو والو، اللي هو خرج غير فقط على أساس أنه يدافع على حقه، ويشوفوا اللي عندهم أشياء أخرى إن تبدو لكم تسوء. إذن هنا باغيني يتم الفرز والتصنيف والترتيب حسب الأولوية، كما قالها سي بن موسى، الحلول الزقلوفية. إذن هذا الشيء اللي غادي نقتسمه معكم خلال هذا الفيديو، ومن بعد غادي ندرج لكم إلى النظام الأساسي للجميع. أثارت توا لغط وسخط كثير في هذا التأخير ديال التنزيل ديالو، في حين أن اللجنة الوزارية الثلاثية مع النقابات طافقوا فقط باش يكملوا الأشغال ديالهم في 15 يناير، وهما قرر كملوا وأنهوا الأشغال ديالهم 10 يناير، يعني 5 أيام قبل. وكاين اللي باقي دركا بعض الجرائد الورقية الأغلبية ما فاهمين حتى حاجة، تيقول لك راه باقين اللمسات الأخيرة في الوزارة التعليم، هو راه خدا المجرى ديالو في الأمانة العامة، والسيرك وكاين بين الأمانة العامة وإصلاح الإدارة، وإصلاح الإدارة في شق ديال الإجراءات، تيقادو داكشي ديال الإجراءات القانونية من أجل يعني وضع أو مناقشة يعني الشق القانوني
التشريعي والدستوري والملائمة ديالو، وأيضا الإجراءات ديال المساطر القانونية والإجرائية فقط لا غير. أما المضمون فهو دائما تبقى مرتبط بالاتفاق ديال 10 دو جنبير، الإجراءات ذات الأثر المالي والإجراءات المتخذة في الاتفاق ديال 26 دو جنبير، يعني الملفات اللي تم التوافق حولها دور 120.